موجبات الغسل، متى يجب على المسلم الاغتسال أن يغتسل؟ وجب داترو نغتك تا نبينا إسلام داترو وجب نغتك إسلام الكافر، الكافر إذا أسلم يجب عليه أن يغتسل. نأ دا كافر جول إسلام مصنع بيكي جول إسلام وجب جمبي أن يغتسل نترو تا نغتك. وموت غير الشهيد، أي مسلم يموت لابد من تغسيله وتكفينه، إلا الشهيد لا يغسل. حرشنا داكي جي نأ دا سلاب داي من شهيد دا سايد دا من سايد جن نأ دا سلاب من من جي نأ دا سلاب سايد كي ترو تاي متك. والمرأة إذا طهرت من الحيض أو النفاس حرشنا دا ستري دايل بيدا قد أه أم بي هيد ركيو نفاس ترو تاي متك. وإذا خرج المني سواء من مستيقظ أو من نائم هذا شنو دا نه دا مين مني دا تچين تكام داي ديج ឬ ក៏ داي أي سين تيت كي ترو تا ngut ដូច គ្នា والجماع هذا شنو دا كا روم ភេទ